هذا ويسرنا أن يكون معنا بهذه المناسبة من الرياض سعادة السفير عبد العزيز محمد العيد رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية. سعادة السفير، بداية نرحب بك، وهل من كلمة تود توجيهها بمناسبة مرور هذه الذكرى العطرة، ذكرى 42 أو الذكرى 42 على تأسيس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني في البداية أن أتقدم بخالص الشكر إلى تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة بمناسبة الذكرى 42 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإخوانهم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين دعموا حفظهم الله ورعاهم هذا الصرح الكبير ليكون قوة متماسكة لتجاوز التحديات من خلال توحيد الصف والرغبة الحقيقية في تحقيق التكامل والترابط لإنجاح المسيرة المباركة للمجلس. كما أتقدم بخالص التهنئة إلى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس التعاون الذين يعملون ليل نهار من أجل الحفاظ على مصالح دول المجلس وبما يجنبها الصراعات الإقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم ويعزز أيضا دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة. فمنذ تأسيس مجلس التعاون مطلع الثمانينيات دائما نؤكد على حرص مملكة البحرين والتطلع لمزيد من التضامن والتعاون ومواصلة الجهود إلى جانب الأشقاء في دول المجلس بكل إخلاص وتفان لتعميق التكامل الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، تحقيقاً لتطلعات شعوب دول المجلس التي طالما آمنت بعمق الأواصر والوشائج التي تجمع بينها ومصيرها المشترك. وبالمناسبة الآن أنا متواجد في الرياض للمشاركة في احتفالات الأمان العامة مساء هذا اليوم، والذي دعا إليه معالي السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس، الذي أوجه له تحية على جهوده وفريقه المتميز على الجهود المتميزة التي يقومون بها من أجل العمل الخليجي المشترك. وأخيرا أوجه تحية خاصة إلى الشعب الخليجي الذي يعمل قادته والمسؤولين في الدول الأعضاء من أجل رفعته ورفاهيته. إذن من الرياض سعادة السفير عبد العزيز محمد العيد رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.